برا عم اقول لك اطلع لي برا. ما بصير دخل الاشياء الشخصية بالشغل. كانوا علاقة شخصية؟ صحيح انا طلقت امك بس ما بصير تعاملني هيك، الدنيا اسمي ونصيب. لك يا ريتك طلعت امي من زمان، اصلا ارتحنا منك. انا عم عيط عليك مو مشان هيك، عم عيط عليك وصرخ لانه جاي تبرطلني، جاي ترشيني وبجوز شبابها. لا شو جاز شبابك؟ لك زيني فرج ومن اظرف ما يمكن. ها ها كون قد ما بدك فيه. معناتها انت معترف انه جاي تبرطل وترشي؟ نعم معترف. انا مو حمار حتى اجي مشان توقيع وما يكون البرطيل بايدي. بس انا من سوء حظك ما بتبرطل، ما برتشي. لا تقلي ما بترتشي، اللي مو معبي عينك الجرباء. لا انا ما بتبرطل، انا ما برتشي. واذا بتريد ورجيني عرض كتافك قبل ما تفقع ما يمشي شغلها، بعدين بيفلتوا فراماتي عليك وعلى الجرابات وبتروح دعوسه بين الرجلين. ابوك يا الدبانه اللي صرف دكاني وصرت تسكري على بكتي. طلعي برا انقلع. حلوه دبانه وعندها دكانه وإله قلم. ابو طنزه بس بس شو صار معك؟ لساتو حاقد علي لاني طلعت امه. ايه تعال لا تنطمز. انطمز ابو طنزه. تعال حبيبي تعال يا قطه تعال. لا تخاف بديع عم يساوي هيك مع الكل مو بس معك. طيب فهمنا شو عملنا له؟ شو بده؟ يعني بصراحة هو زعلان وحقه يزعل، يعني أنا لو كنت محله كمان أنا كنت زعل. أبوك يزعل، هلا شو عملنا له حتى يزعل؟ شو عملتوا له؟ واحدكم رح يخبط خبطة ملير من وراها، وعم تجيبوا له هدايا شيء ماشي وشيء صبابيط، إيه عيب، يعني المثل بيقول نيال من نفع واستنفع، وطعم التسعة لحتى تاخذ العشرة، بقى أنت شو جايب له؟ يا رجل تنسيت تشربها؟ هات فرجيني عينة منه. ونايله كمان. شو بعمل له؟ هذا اللي لقيته على البسطة. أخي بدك الكشك بدك تدفع. قديش؟ احسبها. الكشك بالمدرسة والمدرسة فيها 1000 طالب، وحسب نص الألف اشتروا من عندك كل يوم وسطيا واحدهم بعشر ليرات، قديش بيطلع لك؟ تفضل بابا. يسلم ايديك بابا. صحتين وأنا. على قلبك. ما يجوا هالدياوت. صحة. أنا ما بدي أشربيها أنت. انتوا غلطانين، غلطانين كتير. انا لو محلكم مو بدفع 30، بدفع 60. ومثل ما قال شفيق، كشك مثل هالكشك بملير الواحد من ورا شبنا. طيب علي يا شفيق يا غول. طيب مو هو مسؤول الكشاك بالبلدية؟ لك عون، هو موظف عم يقبض مصاري. مزبوط، بس في غيرك 100 واحد مقدمين على هذا الكشك، إذا بده يختارك أنت من بيناتهم، بده يكون له معك مصلحة. المهم هلا نورني صغر، نعطي لبدية ولا نعطي لشفيق؟ أنا إذا بدك رأيي عطي شفيق، بديع ما بيرجع بكلامه، مسؤول. بس شفيق قال لي زيد المبلغ 10,000 ليرة إذا فكرت أرجع لعنده. وزيد 5 من عندك مشان تعبي له عينه، بتحاك بعبك. أنا عن إذنكم. وين 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 وين؟ ارجع. إيه صهري، شو رأيك تدخل شراكة مع أبو جدعان؟ مالكم مصلحة، ادفعوا لشفيق أحسن، بلالكم هالشراكة اللي بتقطع الرزق. ما بعرف. الكشك لازم يكون إلك. لك طلعوا الكل مقدمين مشانه. ما بعرف، إذا بدك ولد بتاخذ الكشك. لك طيب شو دخلوا الكشك من ولا؟ فتح عينك أبو طنزة هالقد، ها؟ قبل ما يصير عندي بيت وسيارة لا تحلم بالولد. لك شو سيارة وشو بيت؟ مني أنا مني؟ إذا صار عندك كشك بتقدر. هلا لا تربط الولد بالبيت والسيارة. بدي قربته، مالي مستعدة أبداً اسمع مسبكي بإذني. لا تخافي، ما حدا حيسبك. بيسبني ابنك اذا ربي بهالمطبخ، اما اذا وردت له شيء ما بيعود بيسبني. لك عم بدك ياني بعد ما اتوكا يجي رجال غريب يعيش ببيت ابني. لك مو احلى ما يروح يعيش ابنك ببيت رجال غريب؟ وحط لي هيولا ولي على حظي وعلى سعدي ولي على حظك يا ابو طنزي. ابوك ينكشف. 53 54 55 56 57 58 59 60 ايه ها هيك هلا صاروا 30,000. هيك صاروا مبلغ معقول هنن، وهدول الدزينة الجرابات صاروا فعلا مبلغ معقول. بس للأمانة هدول أنا أخذت منهم جوز. ايه روح ابدلهم بصوف يلي شرب البحر ما رح يغص بجدول. أمرك أمرك، بس هلا صار فيني بقدر أمن يعني؟ ايه فينك تأمن، بتعتبر الكشك كشكة. شكرا لأنه بنجيب ولا لسه بدكم تجيبوه بالكشك؟ لك لا يا أخي، بس الكشك ضروري على إذنكم. أهلين إذنك معك، وينك أعطيه غماز على الكوع ها؟ شفيق مشان ايش هدول المصاري؟ مشان نشتري حلاوة. بطيل ما هيك؟
اوعي تقولي لي انك ما ترضى ومو عاجبك. ها طبعا نحن لازم يكون عندنا ضمير. اسمعي ولين، انا بقيان عندي سرتين ضمير، اذا تحركوا هلا بينخرب بيتي، فهمانه؟ اولا لا تقولوا لي، ثانيا الانسان ما في منه اذا كان ضميره مرتاح. ثالثا بدي اقولوا لي معلش خليه ينام، لازم ينام. شلون اذا الواحد ضل ضميره صحيان بيتعب لانه مو حديد، مشان هيك لازم ينام وياخذ له غفوه طويله لحتى يفيق مرتاح ونشط، ولما يستلم نوبته تكون عيونه 10/10. 30 بالتمام والكمال. وهات لشوف ناوي قديش حصتنا؟ مثل ما اتفقنا 5 5 5 على الماشي. هلا مرت عمي وعفيف بيطلع لهم مثلي؟ ايه ولا مقامك عالي حضرتان؟ مو قصة مقامي عالي حضرتي، بس انا اللي قمت بالعملية كلها. ايه بمساعدتهم، لو لما حصلوا لك ابو طمزة بالزاوية ما كنت حصلت على هذا الشيء. ولسه ما خلصنا، هلا ابو تامر جاي وجايب معه 40,000، وابو منار كمان جاي وجايب معه 50,000. على قولة بنتك ما في غير كشك واحد، منين بدنا نجيب للكل؟ يلي بيدفع اكثر بياخذوا للكشك. اوف كورس، طالما لسه جاينا عروض نؤجل القسمه. قل لهم احطوا احطوا. شو بدي؟ شو عامل مافيا؟ مافيا ايش؟ اليوم الصبح خد على محاضرات عن النظافه والشرف والاخلاق، وهلا عم تحكي عن شيء ثاني. خبيت قلبك شو بخير تسلمي، شو بدك يطلع علي نصيط عم نرتشي عم نتبرطل؟ وشو الفايدة إذا ما عم يطلع عليك سيت إنك عم ترتشي وتتبرطل؟ أنت فعليا هيك. يا حبيبتي يا زهرة، نحن ما صدقنا إمتى صحتنا هالوظيفة من الغين، بدك أنا نرفس النعمة؟ فهمتي؟ إيه بس هدول جيراننا. يا حبيبتي يا زهرة، عمرك شفتي موظف راح جاب واحد من المكسيك مشان ياخذ منه رشوة أو برطي؟ طيب وزع بالعدل، ليش أخذت النص لحالك؟ لا حبيبتي، مو مثلي مثلهم، أنا لسه في عندي ناس فوق بدي وزع له. لا تقولوا لحدا بقى. 75 76 77 79 ناقصين 500. جاهز، تفضل هي 500 ماني. هلا صار مزبوط. هي جبت لك 40,000 ليرة، ها مزبوطين؟ ايه مزبوطين مزبوطين. ايه جبت لك تعويض على الإهانة مشان ما تزعل. وشقفة الطقم جبتها؟ وديتها لعند الرتة، بكره تجيب لك اياها. لا جيبها الليلة مشان احاول فبرك لك الرخصة الليلة. إذا فبركت لي اياها الليلة لك علي 5,000 ليرة زيادة. يلا خاطرك، أمتع معكم. أهلين، وينك؟ إيه؟ أعطي غماز على الكوع مشان ما تهون. إيه أنا اللي بعطي غماز. شفي؟ هذا اسمه نصب ما هيك؟ مو هلا أخذت من عمي أبو طنزة مصاري؟ وليش اسمه نصب بقى فهميني؟ في غيره لهالكشن؟ لا ما في غيره. ما شرطكم تأمنوا الاثنين سوا نفس الرخصة. يا حرق غيمك شو غشيمة غشيمة. بعذرك مو سمعاني بالمزاد العلني؟ ايه اوعك يطلع لك شي عرق. سمعاني وهذا اسمه مزاد علني. بلش وشلون اسمه مزاد علني؟ كل شي عم يصير بالسر. لا مو بالسر مو بالسر، هن كلهم بيعرفوا التفاصيل. ايدك ألا أونا ألا دوة ألا ترين يا ترين. مدرسة تفضل. شفيع يا نسار يا حرامي. شفيع شوفي 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 شو شوفي؟ بدي افضحك قدام العالم كلياتهم يا نسار. لا 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 تغلط، أنا فوق ما ساعدتها. شو هالمساعدة هيدي ب30,000 ليرة؟ نعم؟ لك حتى بالبرتين صار في واسطة. فوتوا فوتوا نحكي جوا، ما لا تفضحونا هون قدام الناس. فوتوا. ما بدنا نفوت، يا بطلع لنا رخصة الكشك يا قريش عندنا مصرينا. مع الفوائد. عم تاخذوا فايز كمان؟ فوتوا بلا أكل هوا أحسن ما أبتلي فيكوا في ليف. فوت سريع. غدا روحي لعند أمك اعملي لنا قهوة. وليش نساوي قهوة عند أمي؟ ساوي يا هون الحمد لله كل شيء عنا. افرقينا احطي اضوي. احكي هيك من الأول. بسرعة بسرعة. شهري تحركي. روحي يلا. اوكي انا ما في منطق. تحرك لعندي لهون، مو على اساس الرخصة لي؟ كم واحد ستوعد بالكشك؟ أول شغلة أنا كثير بعتذر، لأنه ما زبط حساب القراية على حساب السرايا. شلون ما زبط؟ هي طلع لأبو منال. بالظاهر واسطته لابو منال قويه كثير، اقوى من واسطتي انا. لا تسلب علينا، الكل صار يعرف انه ابو منال اعطاك 50,000 ليره.
لو كنتوا مطرحي كنتوا اعطيتوا لي دفع اكثر ولا لا؟ يا باتي من غير ما احكي طلعتني نساب، بقى شلون اذا حكيت؟ احنا ما بنفهم، هلا بدنا مصرياتنا. يا على مخي. اخي هيك شوي. يا باتي. هي ال 40,000 شيتك وهي 30,000 شيتك. خالصي. وانت زينت الشرابه؟ انا؟ انا اخذت منك جرابات؟ شفتني اخذت منه جرابات شي؟ لا صديقتي ما اخذ. معناها هونا انتو اثنين وعطوا غماز على الكوع مشان ما تهوروا. ايه بنغمز حزانة. تفضل. راح الولد على بنتك، كيف بدي اجيب لها ولد؟ شفت على هالكم ابوك ينصب وابوك ينحكي. فوت عمي فوت. بدك صراحة يا سهري، انا لعبة الكشك هي ما عجبتني بنوب بنوب، لكن نحن نطلع برا وابو منال يلعب الكشك. نحقق علينا بيأمننا بهذا شفيع. ولا يهمك، عمك ابو تامر زازع لا يمكن يسكت عن الغرب بنوب. شو قصدك؟ بدي اخبر ابو نجيب. اعطي بالك عمي، بالقانون ها اللي بيدفع برطين وبرشي كمان بيتعاقب. لا توصي حبيس، ما راح احكي عني وعنك، راح احكي عن ابو منال، خاطرك ادعي لي. عارف فرجيون تحت عمي؟ لو طلع له الكشك ما كانوا اشتكوا. مثل ما اتفقنا ابن عمي بدون قواص بس تخويف. ها تكرم عينك. خلي لي اياه. يستر حريمك، يستر عرضك بنبتي تابور بنات بدي جوزه. وعم كون مخلطشه. مخلطشه؟ لكن عم امزح معك انا. شو بدك يا ابو جنان؟ اذا بدك تضل على قيد الحياه فوق روس بناتك وبدك بناتك ما يشتغلوا رقاصات مشان يعيشوا، بتروح لعند ابو نجيب وبتقول له كنت عم بمزح. شو له كنت عم امزح؟ شو بدك يعني اكل قتله منه؟ تاكل قتله منه احسن ما تاكل خطوشتين مني. حدد حدد بامرك انا بامرك. ايوه اجي. وجع وجع عطسه عنزه بمسلخ. خلوني افهم شو في بس، خلوني افهم. لك اطيح طول البلد يا اخي. شو لك شو يا ابني تطري حالك؟ لك شو طول البلد؟ لك شوفي شوفي بس مو انا مو انا ابو تامر زازا. انت كنت معه؟ انا ما كنت معه، بعدين ما جاب شيء من عنده. هاها معناتها مزبوط، اذا بدك مرتك ما تترمل بتكفي. ما بدي ما بدي دخيلك ما بدي. واذا بدك يجيك ولد تتبكي عمي 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 ما حيجيني من بوه. بتروح لعند ابو نجيب وبتقول له كنت عم بمزح تتبكي. بروح لعند ابو نجيب ما كنت معه بس بروح. خلاص 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 ما خلاص 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 بلا ضمير خلاص 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 لا تواخذنا عدي لا تواخذنا. أبوك يا بصوت الريح. أبوك يا لا تواخذنا. وانت الثاني بوشك على المخبر بكبر مناخيري. حاضر لا تواخذنا عم. لا ما راح اواخذك. هيك تمام. ابوك يا بساط الريح. لك انا ما تخدني بس انت مش تلقب بتقصوا بعدين بتهدوا. روح روح كساب حالك طماس. يا ريان يا اسود. يا باذنجان يا اسود. يا ريان يا اسود. ما انتبه. لابد من التحرش المباشر. لك شو هاد؟ شو صار؟ أنا آسف أنا بعتذر أبو طمزة، كنت عم رودج العرباية، قامت فلتت من إيدي وراحت لعندك. لك شو هاد؟ يا ملعون يا شفي، شو صاير خطر شي؟ شايف يا جان؟ الله فتح بوشنا على عريق وصرنا أصحاب عربايات بعد ما كنا ولا شي ولا شي بنوب. لك شو في أي شغلة مو شغلة؟ تحت الشمس وتحت المطر وهاد تزبط وهاد ما تزبط. شو غشيم؟ قال مو شغلة، شايف هدول الباذنجانة؟ هدول قبل 10 دقائق كانوا تلة، شي 3-4 أمتار، بدك تقول شي 5 شوالات باذنجان، بعشر دقائق بس ناديت صوتي،
اسود وريان يا باذنجان، ريان واسود وحلو يا باذنجان، وكفتت لك هالعالم بالعشرات، اللي بده 5 كيلو، اللي بده 6 كيلو، اللي بده 10 كيلو، وانا شو ساوي؟ زين وحط بهالكياس من غير ميزان وبيع، زين وحط بهالكياس من غير ميزان وبيع، نفرت لك اياهم كلهم بدقيقتين بس، بعدين يا صاحبي لما خلصت كل شيء بعت حالي هدول، ليش؟ مشان ساوي لي اياهم غادة بابا غنوج ومتبل وقبضت، بعدين هي الشغلة مو دوارة، هي العرباية ما بتدور فيها بتحطها بالسوق ثابتة بمحلها وبتنادي لك صوتين بتقعد تتفرج بتنفع البضاعة كلها وبتقبض الغلة وبتجي، شوف شوف الغلة شوف شايفه؟ هي الغلة هسي عليك هي كلها من الباذنجان لك كلها من الباذنجان قديش هاي العربية؟ هي اجرة اجرة ابو طمزة مو بيع وانا كمان بدي استاجر لي وحدة المشكلة مو بالعرباية المشكلة بالرخصة ابو طمزة بالرخصة هدي هدي يبعد لك حمى يا ابو لعنة ما في فرينات هي العربية ابو طمزة هدي وركز يا ابو طمزة ايوه حطه المشكلة مثل ما قلت لك بالرخصة لانه بلا رخصة كلهم بيتمقطعوا فيك المحافظة بتتمقطع فيك وشرطة البلدية بتتمقطع فيك ما في حدا ما بيتمقطع فيك يعني تواخذني شرطي رايح بيصبر لك الخضرة وبيحط ايده علي شرطي جاي بيحط ايده على العرباية شرطي رايح وجاي بيحط ايده على الميزان واخر شي كلهم بيحطوا ايدهم على وين يا حزرة على وين عليك ايه ما فهمت وين المشكلة هلا ما فهمت من اول المشهد لهلا وما كنت تفهم المشكلة بالرخطة اوف طبعا دفعت 15,000 لحتى زبطتها اذا الواحد بيطالع 2000 باليوم بدفع لك حبيبي ابو طمزه من بكره الصبح من شقشقه الضوء بتروح وبتقدم طلب ماشي شفيق وهذا الموظف بياخد عينك كنت عينه لا الموظف ما بياخد عينه كنت عينه انا باخد عيني كنت عيني لانه هو القفل وانا المفتاح تبعه طيب هي صعبة سواقة العربية؟ لا ابن مو صعبة، تعا علمك علمك شلون؟ علمني ايه هلا انت البضاعة وانا البياع، اطلعي يا بضاعة على العرباية اطلعي ايه عود من قدام انت بضاعة ايوه مع الباذنجانات اقعد حلوة يا اسود يا ريان يا ابو طمزة اسود وريان يا ابو طمزة يا علينا كسرنا الباب هلا نحن طالعين ماشي ابو طمزه من لبنان بدنا نفوت على السوق هلا خليك البارية شكلي 2 3 3 فتنا على السوق هلا واسود وريا يا ابو طمزه بيتك على هالسواق يا شفيق الله لا يوفقك